ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء. هنعمل النهاردة الكبة المقلية أو الكبيبة المقلية بمكونات سهلة قوي قوي قوي. هنقولها مع بعض كده سريعا. عندي نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة، نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة، عندي كوباية برغل، عندي كوباية برغل، عندي ملح وكمون، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كاري، نص معلقة صغيرة بابريكا، عندي معلقة صغيرة من معجون الطماطم، وعندي معلقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر. تاني هنقول نص كيلو لحمة، كوباية برغل، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كاري، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة معجون الطماطم، معلقة صغيرة معجون الفلفل الأحمر. ده بالنسبة لعجينة الكوبيبة. نعملها وبعدين نتكلم في الحشوة. أول حاجة هاخدها، أنا هنا عندي كوباية برغل، هحط كوباية مية سخنة، هحط عليه كوباية مية سخنة أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسيبه هركنه كده ايه على جنب شوية. حطيت المية السخنة على البرغل، مجرد ما بحطها وبقلبها تقليبة صغيرة بالمعلقة على طول بيشرب المية. نيجي نتكلم في الحشوة سريعا. الحشوة عبارة عن لحمة معصجة، عبارة عن، انا صورتها لكم كلها وهتشوفوها، عبارة عن لحمة معصجة بالبصل وفصين ثوم والملح والبابريكا والفلفل الاسود والكمون والكاري والكزبرة. انا هكتب لكم الحشوة والمقادير بتاعتها بالظبط على الصفحة. طبعا كلنا بنعرف نعمل اللحمة المعصجة، عملناها قبل كده وهنعملها تاني، وانا صورتها لحضراتكم بالظبط. عندكم مكسرات ممكن تحطوا صنوبر، ممكن تحطوا عين الجمل، الجوز، زي ما انتوا عايزين. ما عندكمش مفيش اي مشكلة خالص. هنيجي بقى هنا نجمع العجينة بتاعتنا. نحط اللحمة المفرومة كده، هنزل بيها كلها، هنزل هنا بمعجون الطماطم والفلفل كده، هنزل بالتوابل بتاعتي، وهنزل بالبرغل بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. عملناها، عجنا، حطينا كل الخليط على بعضه. وطبعا مش هي دي بس، النص كيلو بسم الله ما شاء الله، نص كيلو بيفرط كتير، ده ممكن يكون نصه او تلته، نصه اه تقريبا. هحط هنا بولة فيها مية ساقعة من الحنفية عادي، وعندي الحشوة بتاعتي اهي عادي، وعندي خيارة هقول لكم نعمل بيها ايه. الاول باخد، بسم الله الرحمن الرحيم، ببل ايدي كده بمية، واخد حتة عجينة كده اعملها في بعضها تاني، بس لازم اكون بلة ايدي في مية، واكورها كده، اكورها علشان ما تبقاش مشققة معايا كده، يا اما اكورها بالطول او اعملها صوبة. واروح عاملة ايه، باجي هنا بقى بصبعي ده هوت، بعمل كده، بعمل تجويف كده، بعمل تجويف بالصبع بتاعي ده، بعمل تجويف بالصبع بتاعي ده. وزي ما قلت لكم ايديا تكون فيها مية، لازم ايديا تكون فيها مية. انا بعمل تجويف زي بالظبط ما كنت بأور البطاطس الصغيرة علشان احشيها، لكن انا هنا الفرق ان انا بعمل بايديا اهي اهي. وباجي احط الحشوة بتاعتي كده اهي، وبدي ايدي تاني مية كده، واجمعها على بعضها. الاول اقفلها على بعضها كده اهي، اقفلها على بعضها. عايزه اديها بقى اي شكل تاني انا عاوزاه، انا ما عنديش مشاكل. عايزه تخليها كوره، عايزه تخليها صوبع، عايزه تخليها الشكل المجوف اللي هو الحلزوني بتاع الكوبيبه، زي ما انتي عايزه، زي ما انتي عايزه اهي قدام حضراتكم اهي.